رقم 6 بيقول لك ايه؟ illustrate graphically on a market diagram what will happen to the equilibrium price and equilibrium quantity for the following. هنرسمهم بقى واحدة واحدة. أول حاجة ايه؟ the hurricane damaged the cotton crop in Australia. يعني الإعصار دمر القطن، محصول القطن في أستراليا. هنا بقى تروح تقول ده state of natural أو raw materials قلت، يبقى السبلاي هيقل. قبل ما تكتب الكلام ده تروح راسم هنا، ادي الماركت اهو، ادي السبلاي، وادي الديماند، وادي البرايس والكوانتيتي. النقطة دي اللي هي الإكوليبريم الأساسية، البرايس مع الإكوليبريم الأساسية الكوانتيتي. لما السبلاي قل ترسم كده وتوصل كده تلاقي البرايس زاد، الإكوليبريم برايس زاد، تروح كاتب الإكوليبريم برايس زاد، وتنزل تحت تلاقي الإكوليبريم كوانتيتي قل، يبقى إكوليبريم كوانتيتي قل، هو ده اللي هو محتاجه. مطلوب بيه honey and jam are substitute products. The price of honey increase. يعني العسل والمربى هما بدائل لبعض يعني. فلو price على العسل increase، price العسل increase، ايه اللي هيحصل هنا؟ مادام بدائل لبعض يعني substitute in consumption، يبقى هنا بنتكلم على demand. فالديماند على لو قلنا على العسل هيقل، او لو الديماند على المربى هيزيد. يعني ممكن ترسم واحدة من الاتنين. احنا مثلا هنتكلم على المربى، هنقول ساعتها الديماند على المربى هيزيد. هنرسمها هنا هتلاقي بقى ايه؟ substitution consumption، البرايس بتاع الهاني زاد، يبقى الديماند على الجام زاد. ساعتها هنيجي نرسم هنا اول حاجة، ده تلاقي نفسك بترسم عادي، ترسم الكيرف كامل وتحط الديماند والسبلاي، وتيجي هنا ترسم الديماند بلس ده بتاع الجام. طبعا ساعتها تكتب هنا quantity of jam. لما زادت تيجي هنا تلاقي الإكوليبريم برايس زاد، والإكوليبريم كوانتيتي هنا زاد. رقم سي، تويوتا ايجيبت inaugurated a new factory in Egypt. يعني تويوتا مصر عملت مصنع جديد في مصر. هنا بنتكلم كده عن السبلاي، هنقول السبلاي هيزيد. هنا هو يبقى new factory ده اللي هو number of producers زاد، يبقى supply زاد. هنيجي نرسم هنا برضو supply demand وكده، ونكتب Q of اللي هو quantity of مثلا تويوتا cars و price of تويوتا. لما نيجي نرسم ال supply plus هنلاقي ال equilibrium اتنقل من هنا لهنا، يبقى equilibrium price قل، equilibrium quantity زاد. رقم دي اللي هو ايه؟ consumer income increase and beans is an inferior good. يعني ال income زاد، يبقى هنا بيتكلم عن demand، وقال لك خلي بالك ال beans اللي هو الفول inferior good، مش normal good. ساعتها هيبقى ال demand على ال beans هيقل، لأنه inferior. لما يبقى معايا فلوس كتير مش هاكل فول، كنت ما أنا معايا فلوس قليلة بفطر كل يوم فول. هنا قلنا ال income زاد ودي inferior، يبقى الديماند على inferior good ده هيقل. نيجي نرسم هنا الديماند ماينس، نرسم على البرايس مع الكوانتيتي اوف بينز هيقل. نرسم الكيرف ده، يبقى الاكوليبريم العادي ده هيتنقل لهنا. نيجي نرسم ده نلاقي الاكوليبريم برايس قل، يعني المفروض اكتب هنا اذا الاكوليبريم برايس قل and equilibrium quantity قلت. بتكلم على البرايس بتاع البين والكوانتيتي بتاعت البين، يبقى الاتنين قلوا بالظبط كده. هتلاقي اذا equilibrium price قل والequilibrium quantity قل. يبقى ده السؤال السادس اللي كان مطلوب.